ايه ده؟ دي تيفولي؟ ايوه يا فندم، تيفولي الجديدة فيها كل حاجة. كل حاجة؟ اتفضل يا فندم وشوف بنفسك. ايه ده؟ سمير غانم؟ و1600 سي سي فتيس منه فيه، فرامل قوية، كاميرا خلفية، فتحة سقف عبقرية، رخص منتهية، مراية تفتح اوتوماتيك ليا، فوانيس ليد المظية، فرش جلد 100 100، عربية كورية مستوية. لا وتولت وعرضت يا فندم. ايه عرضت دي؟ لا عيب كده. سانج يونج تيفولي الجديدة، عربية كوري فيها كل حاجة تحترم. بص هقول لك على حاجة، لو حاجة فيها كل حاجة هتبقى حاجة، بس لو حاجة ما فيهاش أي حاجة هتبقى إيه؟ ولا حاجة. فهمت حاجة؟ لا ما جراش حاجة. سانج يونج بضمان عربيات.